الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم صوم يومي العيدين. يقول: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي: والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك. الصحيح أن هذا نذر معصية، والصحيح أنه ينعقد وعليه كفارة يمين، والله أعلى وأعلم. ولا يصح أن يفي به لأنه نذر معصية الله عز وجل. قوله: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فيه تقديم صلاة العيد على خطبته. قال: فصلى ثم انصرف فخطب الناس. يقول: وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع، من مأمور به ومنهي عنه. يوم فطركم، أي أحدهما يوم فطركم. حديث ابن عمر في من نذر أن يصوم يوما فوافق يوم أضحى، وقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة التي عنده. ومن تعارضت عنده الأدلة من العلماء المجتهدين توقف حتى يرجح أحد الوجهين. وقد اختلف العلماء في من نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا، مع عدم جواز الوفاء بذلك، لكن الخلاف في أنه يلزمه القضاء أم لا، ينعقد النذر أم لا،
لو صام أجزاءه أم لا، ولكن هذا الجزء الأخير خلاف ضعيف. الصحيح أنه ينعقد ويلزمه القضاء أو يلزمه كفارة يمين كما ذكرنا. يقول: أما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد، يعني لم يتعمد أن يعين يوم العيد بالنذر بالصيام بأن نذر أن يصوم، لم يتعمد ذلك، لكن قال أنه عليه أن يصوم يوم أقدم فلان أو كل اثنين من كل أسبوع أو أول اثنين من كل شهر، فوافق ذلك يوم العيد. يقول: فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع. يعني هنا مرجح بين الأدلة القاضية بوفاء النذر والنهي عن صوم هذا اليوم، وهو الإجماع على عدم جواز صوم يوم العيد مطلقا، فهذا مرجح لأحد الدليلين والله أعلم. يقول: وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه، لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين، وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح. ولكن الذي يظهر أنه إذا لم يقضي فعليه أن يكفر عن يمينه، لأن هذا نذر معصية وكفارته كفارة يمين كما ذكرنا. قال: ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يكون متوقفا، لكن الظاهر أنه متوقف. إذا اختلف العلماء في زمن على قولين، هل يصح أن يجمعوا في زمن بعده على قول آخر؟ نعم، يصح الإجماع، والخلاف المتقدم لا يقدح في الإجماع اللاحق، لأن مقتضى أدلة اعتبار الإجماع يلزم منها عدم إمكانية خلو زمان من الأزمنة عن طائفة من الأمة قائمة بالحق، قائمة بأمر الدين، قائمة بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهذا دليل على استمرار هذا الأمر. فإذا ولد زمن لا يوجد فيه قائل بقول ما من علماء الأمة، لا يصح أن يكون هذا القول معتبرا، لا يصح أن يكون هذا القول منسوبا إلى الشرع، لا يصح أن يكون من الحق، لأنه لا توجد طائفة من الأمة عليه. ولذلك نقول أنه يثبت بذلك أن هذا الخلاف المتقدم كان الراجح فيه والصواب فيه القول الآخر الذي أجمعت عليه الأمة بعد ذلك، فالإجماع يرفع الخلاف المتقدم ولا يعني ما لا يقع فيه الخلاف أنه هل يجوز تقليد الميت أم لا، العالم الذي قد مات لا يدخل فيه، لأنه كما ذكرنا إذا انعقد الإجماع بعد خلاف صح ذلك الإجماع وكان حجة، لأن الأمة لا تجتمع على باطل ولا ضلالة، وطالما لم يوجد أحد بل طائفة تقول بهذا القول فليس هذا من الحق، لأن الأمة لا تزال طائفة منها على الحق، والله أعلم. وأما الخلاف بعد الإجماع فلا يصح، يعني هنا الإجماع بعد الخلاف، أما الخلاف بعد الإجماع فإذا أجمعوا على قول لم يجوز لأحد أن يخالف فيه، لأن في الزمن الأول الذي لم يكن فيه خلاف لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة ككل. ومن هنا قلنا لأن هذا أيضا مقتضى أدلة الإجماع أن الأمة كانت على قول واحد، فلا يجوز إحداث قول آخر. قال: وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة، لا، قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح
عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. عن نبيشة قال خالد قال خالد هو خالد الحذاء: حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث هشيم وزاد فيه: وذكر الله أيام أكل وشرب وذكر لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. في الرواية الأخرى: فنادي. قال النووي: باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال فيه في رواية: أيام منا، لكن ليست هنا. الرواية الأخرى في حديث آخر. الحديث الأول اللي هو حديث نبيشة، وأيام منا في حديث كعب ابن مالك. قال فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره. حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره. واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيح عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا القول هو الصحيح، لأن قول الصحابي رخص في كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، محمول على الرفع، أن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا، يبقى مقتضى أن الكلام رخص في صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فرخص أجيز، كل هذا بمعنى واحد له حكم الرفع. ولذلك نقول هذا ظاهره الرفع، يخصص عموم أيام التشريق أيام أكل وشرب، والرخصة تدل على المنع من غير ذلك، بمعنى أنه طالما رخص في أمر معين دل ذلك على أنه لا يجوز في غيره. وهذا هو الصحيح في من أقوال أهل العلم، أن من لم يرد الهدي فاحتاج أن يصوم 3 أيام في الحج ولم يكن صام قبل ذلك، فإنه يجوز أن يصوم أيام التشريق، لأنها من أعمال الحج، فيها أعمال الحج. والأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن يصوم قبل يوم عرفة، لمن لم يرد الهدي أن يصوم قبل يوم عرفة. والصحيح أنه يحرم بالحج قبل فجر السادس من ذي الحجة، ويصوم 6 و7 و8 ليكون مفطرا بعرفة، فإن لم يكن صام 7 و8 و9 وليكون في الحج، أي محرما به متلبسا بأعماله. وأما إذا لم يفعل فليصم أيام التشريق، فهو أيضا متلبس بأعمال الحج. وأما من أجاز أن يصومها بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج، فهذا خلاف ظاهر القرآن، لأنه قال في الحج، والذي يعتبر عمرة التمتع ليس في الحج، بل هو بين العمرة والحج، ولو انصرف لم يكن عليه شيء. يعني لو اعتمر في ذي القعدة أو ذي الحجة ثم
تحلل ثم أتاه عارض وكان ناويا أن يحج لكنه لم يفعل، انصرف بعد التحلل لم يكن عليه شيء، فدل ذلك على أن الهدي لم يجب إلا بالإحرام بالحج. الهدي إنما وجب على من أحرم بالحج بعد التحلل من عمرة في أشهر الحج، فلذلك نقول أنه إنما يبدأ بالإحرام يعني بصيامها بعد أن يحرم بالحج، فيحرم قبل فجر يوم السادس أو قبل يوم السابع، قبل فجر يوم السابع ليصوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم السابع والثامن والتاسع. قال: وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس، وذلك أنهم ما كانوا يتركونها وكانت تزيد عن حاجة طعامهم، فكانوا يقددونها أي يجففونها في الشمس، وهو دليل على أنه يجوز أن تبقى لبعد أيام التشريق وتنقل، لأن كل الناس يتركون منى بعد ذلك، ويجوز نقلها لأن تقديدها يقتضي أن يأخذونها حيث شاءوا والله أعلم. فهذا دليل على أنه حين يستغني فقراء الحرم عن لحوم الهدي والأضاحي فإنها تنقل إلى غيرهم كما هو واقع الآن والحمد لله. نعم، والحاج يمكن أن يأخذ معه من هذه اللحوم. قال: وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره، لأنه قال: أيام أكل وشرب وذكر لله. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال: باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. قال: في هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، وافق عادة له كمن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو من يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه سيمر عليه كل أسبوعين جمعة منفردة، يصوم يوم الجمعة منفردا في تلك الحال. يقول: فإن وصله بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا، فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، هذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. نعم، وما أحسن هذا الكلام مع المنزلة العالية الرفيعة الإمام مالك رحمه الله، ولكن السنة مقدمة على قول كل أحد. يقول: وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث،
ولو بلغه لم يخالف. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات في يومها. فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة. فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث افتتنوا به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك، فالصواب ما قدمنا. وذكر قول آخر، وهو أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، فكأنه أشبه بقية الأعياد، فينبغي أن لا يخص بالصوم، والله أعلم. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهذا دليل على أنه لا يقصد يعني يوم الجمعة بالصيام، كأنه ينافي العيد. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم يوم السبت والأحد ويقول: هما يوم عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يصومهما معا، فكان يحب أن يصوم السبت والأحد معا مخالفا لليهود والنصارى. فهو لا، لأن المعتاد في العيد أن أصحاب العيد لا يصومونه، فلذلك خالفهم. أما لو خص السبت بالصيام فكأنه يعظمه بذلك. وقوله: لا تختص يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، دليل على أنه لا يشرع الاجتماع في ليلة الجمعة كما يفعل البعض من أجل القيام، حتى ولو كان يوم العطلة بالنسبة لهم، بل لا يشرع أن يخصه الإنسان على الدوام ولا بالقيام ولو منفردا، وإنما بما تيسر له من ذلك. قال: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصيام من بين الأيام كما تقدم، وهذا متفق على كراهته. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. يصلون بطريقة معينة، يقرؤون فيها بالإخلاص عدد من الركعات، فكل هذه الصلوات المخترعة من البدع، وخصوصا إذا خصت يوم الجمعة. يقول: وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. وهذا يقتضي أن الكراهة هنا المقصود بها الكراهة الشرعية، لأن التضليل لا يكون على فعل مكروه تنزيها على الكراهة الاصطلاحية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: باب بيان نسخ قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى اللي هو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة، كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: منسوخة كقول سلمة. ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ، فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام. قالوا: عاجز عن الصوم، سقط عنه، ليس عليه شيء. وكذا كل مريض لا يرجى برؤه، قالوا: ليس عليه شيء. يقول: واستحبه له مالك، استحب له أن يطعم. وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه، وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم، فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برئ. وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر، فيلزمه صوم ثم يقضي بعده ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة. فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام، بل عليه القضاء فقط. هذا التفصيل لا دلالة عليه من الآية، وسبب وحديث سلمة صريح في النسخ، والقول بالنسخ والتخصيص متقاربان، وذلك لأن اصطلاح السلف في معنى النسخ يشمل التخصيص، خصوصا بعد أن يكون العام، خصوصا إذا كان العام معمولا بعمومه من في البداية، ثم بعد ذلك نزل التخصيص، فهذا في الحقيقة نسخ للعموم المطلق، وإن بقي في بعض الصور فإزالة للحكم في بعض الصور. فهذا الخلاف بين من سماه تخصيصا والآية محكمة، وبين من سماه نسخا، فالقول الخلاف خلاف لفظي، والقولان حقيقتهما في المعنى واحد، وذلك أنه يقول أن الآية في حق عموم الناس على عمومها منسوخة، زال عموم العمل بها، وهو أن كل من شاء أن يفطر فليفطر وعليه إطعام ولو كان قادرا على الصيام، فهذا منسوخ باتفاق. والتصريح بأنهم كانوا في بداية الأمر يفعلون ذلك صريح في النسخ في هذا المعنى، لكن النسخ لم يشمل كل أحد كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع لهم الفطر وعليهما الفدية إطعام مسكين، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما ما ذكره زيد بن أسلم والزهري ومالك، وأنها في المريض يبرأ ويؤخر القضاء إلى رمضان الذي بعده فيلزمه فدية بالإضافة إلى القضاء، فهو خلاف ظاهر الآية والله أعلم. فنقول أن الآية ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهم كان يفتيان الحامل والمرضع بأن عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، وهذا الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أصح الأقوال من جهة الدليل النقل من جهة الحديث ومن جهة القياس، وذلك أن من تكرر
عذره مرة بعد مرة ويشق عليه القضاء لو أمر، ويتكرر عذره حتى تجتمع عليه سنوات رمضان، يعني عدة سنوات لم يقضي رمضان صوم رمضان فيها، حتى يبلغ من الكبر ما شاء الله عز وجل فيزداد تزداد المشقة، فيناسب أن يكون عليه الفدية، والله أعلم وأعلم. والحامل والمرضع هما كذلك، ذلك أن من ألزمهما بالقضاء قاسهما على المريض، مع أن المرأة بين حمل ورضاع متكرر، فإذا حملتها عاما وأرضعت عامين وحملت بعد ذلك مرة أخرى، فالأمر وارد أن يتكرر معها، فلذلك كان عليها الفدية، وهذا مقتضى القياس الصحيح. وأما قول من يقول أنها كانت الرخصة لكبير يقضي على الصوم ثم نسخ فيه، فهذا القول مع بقاء من لا يقدر فهذا قول ظاهر، والله أعلم وأعلم. لكن الآية كانت أصلا رخصة لكل أحد، أعني أن معنى الذين يطيقونه فسرت بيقدرون عليه، وكانت على ظاهرها، ثم بقيت في من يطيقه بمشقة بالغة أو بمعنى لا يطيقه، أو هو في من لا يطيقه كذلك، يعني إما أن يطيقه تفسر يطيقه بمشقة، والمشقة إذا وجدت جلبت التيسير، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، أو على الذين لا يطيقونه، وقد قرأت كذلك فهي قراءة تفسيرية، فهو لا يطيق لا يقدر عليه، فمن كان لا يقدر عليه أصلا أو يقدر عليه بمشقة معتبرة في الشرع فإنه لا يلزمه ذلك، والله أعلم. ومن وهذا في من كانت مشقته متكررة مستمرة، فهذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، والله أعلم وأعلم. فهذا أصح الأقوال إن شاء الله. أما من يلزم الحامل والمرضع بأن عليهما القضاء والفدية فهو لا دليل عليه أولا من الكتاب ولا من السنة، وإن ورد آثار عن بعض التابعين وغيرهم بذلك، فإن الآثار عن الصحابة في التصريح بأنه لا قضاء، والله أعلم وأعلم. وطالما ثبت النسخ في طائفة وبقي الحكم في من عداها مستمرا، فالواجب العمل بما بقيت فيه الآية من العموم، والله أعلى وأعلم. نعمل بعموم الآية فيما بقيت فيه، أعني في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إنما خص العموم المطلق وهو أنها بكل المكلفين كما كانت في أول الأمر، والله أعلم. كبير السن لكن الصغير ما فيش حاجه اسمها ما يستطعش، يعني لا هناك يمكن ان يكون مريضا صغير السن. لا مش مريض، يعني بقول ما فيش مريض، لكن ممكن ما يستطعش، هو مش مريض، ممكن لا يستطيع الصوم. ل مثلا للمراه تكون حاملا او مرضعة تجد مشقه في ذلك، فهذا عذر يتكرر، فلأجل ذلك أفطرت واجب عليها الفدية. ونحن نقول أن هذه الفدية التي وجبت ليس معناها أنها لو قضت لم يجزها، بل يجزيها ذلك بلا شك، ولكن ليس عليها وجوبا أن تقضي، بل إذا افتدت بإطعام مسكين أجزأها وسقط عنها، كما أن الكبير لو تحمل المشقة فصام أجزأ عنه، وكذا لو قضى بعد أن وجد قوة مثلا، أو أنه إنما أفطر لوجود مشقة مع طول الأيام في الصيف فوجد يسرا في الشتاء فقضى، أجزأه ذلك، والله أعلم وأعلم. لكن أن يمتنع من الصيام بغير عذر مع القول بالفدية فهذا لا قائل به بعد القول بالنسخ كما ذكرنا. الذي يعمل عملا فيه مشقة بالغة لا يجوز له الفطر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك، أو خشي على نفسه
الضرر المؤكد وليس مجرد المشقة. فإن طول أيام الصيف وشدة الحر في البلاد شديدة الحر تجعل كل أحد يجد نوعا من المشقة، وهي أكثر بكثير من المشقة التي في البلاد الباردة وفي أيام الشتاء. ومع ذلك لم يبح الفطر لأجل أن هذا صيف أو لأجل أن الناس تعمل، ولم يزل العمل في الزراعة والصناعة والحدادة وغير ذلك موجودا في الأمة ولو كان، إنما يجوز له إذا خشي على نفسه الهلاك، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأما مجرد أنه تعب، إنما إذا خشي على نفسه الهلاك، إذا خشي أن يعني يموت أو خشي أن يفسد عضو من أعضائها ونحو ذلك، خشي على نفسه الضرر المستمر وليس مجرد وجود العطش أو نحو ذلك. وأما بالنسبة لهؤلاء الذين يعملون عملا يخشون معه على أنفسهم الهلاك أو لا يقدرون على العمل مطلقا بحيث لا يجدون كسبا كالفران مثلا الذي يقف أمام الفرن فيعجز عن ذلك، فهذا في زماننا يمكنه القضاء في الأيام الأخرى، ولا يوجد من يعمل في زماننا، نتكلم على فتوى، أنه لا يوجد من يعمل 7 أيام في الأسبوع طول السنة، وبالتالي فهو يمكنه القضاء، وإنما ألحق بالمريض إذا خشي على نفسه الهلاك. فأما الفتوى المذكورة عن بعض أهل العلم في من يعمل الأعمال الشاقة كتقطيع الأحجار من الجبال ونحو ذلك وأجعلوه بمنزلة الذي لا يطيق فعليهم الفدية، فهذا في من كان كذلك على الدوام، وكما ذكرتها واقعيا هذا الأمر ليس موجود. أعني في زماننا الفران اللي بيقف قدام الفرن ده يوم يعمل ويأخذ عدة أيام يعمل في عمل آخر، ولا يقف يوميا أمام الفرن كل يوم الساعات الطويلة، بل الآن ربما لا يعمل إلا عدة ساعات محدودة، ربما لا يخشى على نفسه الهلاك معها مع الأفران الحديثة ونحو ذلك. الغرض المقصود أن الأصل أن الفطر لا يجوز إلا لعذر كما ذكرنا من المرض أو الكبر أو الحمل والرضاع، وإذا خشي الهلاك على نفسه كما ذكرنا حتى ولو لم يكن كذلك. أي أمر؟ الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة مرضهما ليس كالمرض المذكور في الآية، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المريض المرض الذي يرجى برؤه، بدليل أنه لا يتصور أن يكون مريضا في الأيام الأخر ويكون مأمورا بقضاء، فكيف إنما إذا شفي من مرضه قضى، إذا عاد من سفره قضى، هذا المعنى المفهوم من الآية. وبالتالي فنقول أن المرأة الكبيرة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع عذرهم متكرر، فلا يتصور أن الكبر ينقص بعد حين، وإنما الغالب الظن أنه يزداد. فلذلك نقول أن إفطار هؤلاء إذا وردوا ضعفا عن الصيام جعلت معه الفدية لأجل أن العذر متكرر، والله أعلم. المريض مرض لا يرجى برؤه، مريض مرض لا يرجى برؤه ملحق بهؤلاء، ولكن لابد أولا أن يكون هذا المرض يشق معه الصوم، مثلا مرض السكر أو مرض قرحة المعدة أو نحو ذلك من الأمراض. وإن كان هناك يعني بعض أنواع العلاجات إذا أمكن أن يتناولها بطريقة معينة لا تضره ويمكنه الصيام معها، فإذا كان الأمر كذلك بغير مشقة لزمه الصوم. فإن المعنى المقصود من إباحة الفطر للمريض إنما هو التخفيف عنه، فإذا كان مرضه لا يحتاج إلى تناول طعام ولا شراب مدة الصيام، كمثلا على سبيل المثال بعض أمراض حكة على سبيل المثال، أو مثلا مرض في إصبعه أو نحو ذلك لا يلزم منه، وهذا يسمى في الطب مرض، به مثلا بعض الأورام الحميدة مثلا الغير مقلقة عنده مثلا زائدة في جزء من الأجزاء، هذا معدود ضمن الأمراض، هذا عند أهل الطب لو سئل عنه أطباء قالوا أن هذا
مرض ويحتاج إلى جراحة مثلا أو إلى فتح أو إلى دواء ربما يتناوله ليسقط مثلا صنطة مثلا على سبيل المثال بعض الأمراض بهذه الطريقة، وهذا مما لا يباح به الفطر عند عامة أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا من أي مرض كان الصحيح أنه مرض يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر أو يخشى منه زيادة المرض. نعم يمكن أن يتأخر البر لأجل أنه إذا لم يتناول العلاج تأخر الشفاء، أو يزداد المرض إذا لم يتناول العلاج وهو يحتاج العلاج إلى في أوقات معينة. لكن هناك من الأمراض ما ليس كذلك كما ذكرنا، يعني ما مريض عنده بعض الأمراض الجلدية مثلا البسيطة هذا يسمى مرض، لكن هذا لا يحتاج معه إلى طعام ولا إلى شراب. عنده بعض البثور مثلا فهذا الأمر لا يحتاج علاجه كما يصف الأطباء إلى تناول طعام وشراب، ولا يرجى تأخره ولا يخشى تأخره تأخر البر، ولا يخشى زيادة المرض بالصيام، فمن هنا كان لابد أن يصوم. فالعبرة بذلك وجود المشقة، فإنما رخص له في ذلك لوجود المشقة. فأما إذا كان مرضا لا يزداد بالصوم ولا يتأخر برؤه بالصوم ولا يرد مشقة مع صومه فليس له أن يفطر، على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. من كان لا يطيق الصوم لكبر مثلا أو حمل ومرضع ثم أخرج الفدية ثم أطاق بعد ذلك لا يلزمه القضاء، فقد مضى يعني عمله صحيحا موافقا للشرع فلا يؤمر بالعمل مرتين. القصر السفر مظنة المشقة، هو أصلا مشقة على أي حال، وأما المرض فلا يخلو إنسان من وجود شيء قد يسمى مرضا باعتبار. فالسفر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قطعة من العذاب، ولو كان ميسرا في الوسائل المعاصرة، وكل يعني مسافر قد وضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. أما بالنسبة للمرض فكما ذكرنا المقصود المرض الذي ذكرنا صفته والله أعلم. قال وقال الحسن البصري وغيره والضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم، ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة يعني ثم نسخ. ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد. أولا نقول من أخر القضاء إلى رمضان الذي بعده هل عليه فدية؟ نقول الآية لم تدل على ذلك، إنما هي على الذين يطيقونه، وليس في أمر القضاء وزيادة الفدية على القضاء. فالقول بأن الآية نزلت في هؤلاء يحتاج إلى نقل، وليس عندهم نقل في ذلك في إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنه كان يفعل. هناك فتاوى عن بعض الصحابة في من أدركه رمضان آخر وفرط في القضاء خلال السنة في أنه عليه الفدية مع القضاء، وهذا من جهة الدليل أحوط، لأنه منقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن الخلاف ثابت عن الحسن وغيره ممن قال حتى لو فرط فقد قال الله فعدة من أيام أخر، ولم يذكر غير ذلك. فالذي أفطر في رمضان لسفر أو مرض فعليه أن يقضي عدة من أيام أخر، وعلى الذي يلزمه بزيادة أن يأتي بالدليل وليس ثم. فالصحيح من جهة الدليل عدم لزوم الفدية زائدة عن القضاء، والأحوط ومراعاة قول الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا أنه إذا لم يعرف عن الصحابة مخالف، لكن هذه المسألة إذا عرف عن التابعين مخالف في نفس زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا اعتبار قول الصحابي في هذه الحالة إجماعا فيه نظر والله أعلم. وذلك أنه يغلب الظن أن التابعية إنما أخذه عن بعض الصحابة وإن لم يسمهم، لأن الله لم يتعبدنا بحفظ أقوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما بحفظ الشريعة، والله عز وجل وعد بحفظ الذكر
وأما أقوال أهل العلم فلا يلزم حفظها. فقول التابعي بفتوى معينة دون أن ينسب ذلك إلى الصحابة لا يقدر، يعني نقول ذلك لا يثبت معه الإجماع، لا يثبت مع وجود تابعي مخالف للصحابة الإجماع إذا كان في زمنهم، والله أعلم. قال: ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد، وقال أبو حنيفة مدان ووافقه صاحبه، وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة. هذا مبني على ما أمر به المجامع في نهار رمضان أو المظاهر، وكذا في كفارة اليمين. عامة العلماء يجعلون الأمر واحدا، أنه طالما أجزأ من أمر بإطعام 60 مسكينا المجامع في رمضان أن يطعم كل واحد منهم مدا، فهو مجزئ في كل إطعام وجب. ولا شك أن الأحوط والخروج من الخلاف أنه يطعم نصف صاع، لأنه قد ورد إطعام 60 مسكينا في المظاهر، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 30 صاعا ل60 مسكينا. لا، يديهم قدر معين، مش ان هو يجيبهم ياكلوا، لا، اطعام 60 مسكين معناه، اطعام المسكين معناه ان يملكه الحب، ان اتى به فاطعمه حتى شبع هل يلزم ان يغديه ويعشيه، او يلزم ان يطعمه حتى يشبع فقط، وهل يجزئ هذا اصلا ام لا؟ ان هو لا يملكه الحب، لا يملكه الطعام، بل يجعله مطبوخا، هذا فيه خلاف. الأكثر لا، الجمهور بيقول لابد أن يملكه، والصحيح من جهة الدليل أنه يجزيه أن يملكه الحب، يعطيه الأرز مثلا أو التمر أو القمح أو غير ذلك يملكه إياه، ويجزيه أن يجمعهم فيطعمهم حتى يشبعهم. والصحيح أنه يكفيه وجبة واحدة، لأن هذا يسمى طعام مسكين، لحديث أنس رضي الله عنه أنه ضعف سنة عاما عن الصيام فجمع 30 مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم. فهذا يدل على جواز أن يأتي بالمساكين ويطعمهم حتى يشبعهم. أما أنه يجزيه أو يجب عليه أن يعطيهم الحب، فهذا الذي اتفقوا عليه أنه إذا ملكه الطعام المقدر بمدة أو بمدين كما ذكرنا فقد أجزأ عنه. وهذا كما ذكرنا ورد في المظاهر أنه عن كل أن يطعم لكل مسكين نصف صاع، وورد في كفارة المجامع مد، من جهة الدليل أنه يجزيه مد واحد، والأحوط والأفضل والخروج من الخلاف يقتضي أنه يطعمه مدين. ولذلك نقول إن هو يطعم نصف صاع من الأرز لكل مسكين في فدية الإفطار للذي يطيقه في رمضان، للكبير والحامل والمرضع، وكذلك بالنسبة إلى كفارة اليمين وكفارة الجماع في رمضان وكل ما وجب فيه إطعام أجزأ أن يطعمه نصف صاع، نصف صاع من الأرز يساوي 1200 جرام، كيلو 200 جرام يعني تقريبا كيلو ربع، 600 جرام أرز يساوي مد من الأرز، 600 إلا شيئا يسيرا، مقدار صاع الأرز 2 كيلو أرز و300 جرام. فنقول المقدار بالنسبة لكل مسكين مد على هذا القول أنه يلزمه 600 جرام رز، يعني 10 مساكين في كفارة اليمين يبقى 6 كيلو جرامات بالنسبة لفطر من رمضان يحسبها على ذلك. والأحوط أن يجعلها مدين كيلو و200 جرام لكل مسكين، مراعاة للخلاف، ولأنه قد ورد في المظاهر فيمكن أن يقاس على هذا أو يقاس على هذا. من جهة الدليل الظاهر أن هذا يسمى طعام مسكين، وقد قال ففدية من قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا ثبت أنه طعام مسكين خصوصا لمن كان لا يجد غير ذلك، لكننا نأمر بالقدر المحتاط في ذلك على سبيل الخروج من الخلاف والاحتياط.
أما إجزاء القيمة فيقول بها أبو حنيفة، والجمهور يقولون لا يجزئ، لا تجزئ القيمة، والجمهور يقولون بالنسبة إلى الفدية في رمضان، أو بل يقولون كلهم ذلك، أن فدية رمضان يمكن أن تكون مسكين يتكرر إطعامه 30 يوما أو عدد أيام رمضان التي أفطرها. وأما كفارة المجامع 60 مسكينا وكفارة اليمين 10 مساكين فعند الجمهور يجب أن يكونوا 10، لا يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا 10 أيام أو 36 يوما أقصد، أو 60 يوما، لأن الله قال 10 مساكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا، فلا بد أن يكون كذلك، فلا تجزئ القيمة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يجزئ مسكين عن 60 يوما ولا عن 10 خلافا لأبي حنيفة. وأما في فدية المفطر في رمضان لأجل عدم الإطاقة أو لأجل أنه يشق عليه كالشيخ ابن عمر الكبير والحمل المرضع، فيجزئ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هو يتكرر عن اليوم الذي يليه، لأن الواجب عليه طعام مسكين عن كل يوم، ولم يؤمر 30 مسكينا عن الشهر، إنما أمر عن كل يوم مسكينا، وقد فعل طعام مسكين قد أعطاه. يجزيه أن يجعل ذلك مقسما، يجزيه ذلك، يظل دينا في عنقه لله عز وجل حتى يقضيه. فعلى وعليه أن عند جمهور العلماء أن يفدي قبل رمضان الذي يليه، قياسا على القضاء أنه يلزمه قبل رمضان الذي يليه ما أمكنه ذلك. إن كان معذورا فأخر إلى رمضان الذي بعد، إلى بعد رمضان الذي يليه، لم يكن عليه حرج وكان عليه فدية واحدة. والله أعلى وأعلم. قال: ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم، وهذا القول هو الصحيح كما ذكرنا، يقول وأباحه بعضهم لكل مريض، يقول حتى وجع الضرس، ومنقول عن السلف وجع الضرس، ولكن وجع الضرس متصور أن يكون فعلا يشق معه الصوم، وهو أنه يتألم جدا فيحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى علاج يأخذه في وسط الصوم، فهذا أمر ليس بمستبعد. وأما أنه يقول بكل مرض، فلا يخلو إنسان عن شيء يسمى مرض. لو خلعه خلاص، ها؟ لو خلع الضرس وصايم ما يحصلش حاجة. أنا نعم نتكلم أنه ممكن أنه هو يتصور أن يكون وجع الضرس ده اللي السلف ضربوه مثالا، يقول طب وجع الضرس هياخد علاج يعمل بيه إيه؟ لا، ده متصور أنه، أو إيه اللي هيخليه يجوز له الفطر؟ أيوه يجوز أنه هو يحتاج إلى مسكن مثلا، يحتاج إلى دواء مضاد حيوي على سبيل المثال لوجع الضرس ده ياخده كل 6 ساعات مثلا، فيحتاج إلى الدواء متصور. ولذلك نقول ان الصحيح ان كل مرض يشق معه الصوم، مساله بقى انه رمد العين ولا وجع الضرس ولا اي مرض من الامراض يشق معه الصوم، او يخشى تاخر البر، او يزداد المرض بالصوم، فهذه هي التي تبيح الفطر من جهه المعنى، والله اعلى واعلم. النذر المعلق اساسا اللي هو في الوفاء بالنذر يعني مكروه، ولكن يجب الوفاء به. اقول قولي هذا واستغفر الله ولك. فان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله. امراه افطرت في رمضان عده ايام ثم جاء عليها رمضان اخر، ثم افطرت عده ايام في رمضان ولم تقضي الى الان، هل تقضي الأيام التي عليها فقط أم عليها شيء آخر؟ قد ذكرنا أن الجمهور يقولون أن عليها مع القضاء إذا كانت مفرطة، إذا كانت تستطيع القضاء خلال السنة ثم لم تفعل، أن عليها مع القضاء فدية تطعم مسكينا مع كل يوم تقضي، تطعم مسكين بالإضافة إلى القضاء. وقول الحسن ومن وفقه لا يلزم ذلك، والأحوط قول الجمهور من جهة الدليل، قول الحسن أقوى. حكم من ابتلي بالاستمناء في بداية بلوغه نهار رمضان بعض الأيام وهو يجهل الحكم، هل يجهل أنه مفطر أو يجهل وجوب الكفارة؟ إذا كان يجهل أنه مفطر فهذا فيه اجتهاد في أنه عليه
يعني القضاء أم لا، والأحوط أن يقضي. وأما إذا كان أجهل الكفارة فعليه القضاء والكفارة، لأن الرجل الذي أفطر عمدا في رمضان بالجماع لم يكن يعلم الكفارة ولا يتذكر عدد الأيام، يفعل ذلك بالتحري يعني بما يتيقن أنه قد أفطره ويتحرى قدر إمكانه. لا، كل يوم كفارة. ما معنى لا ينعقد نذره؟ كأنه لم يقله، فليس ما يعني هذا النذر بشيء، أصبح باطلا، لا يلزمه قضاء هذا اليوم بالتالي. وأما من قال ينعقد ويقضي فيقول إذا كان قد نذر أن يصوم يوم الاثنين توافق يوم عيد فيفطر يوم الاثنين ويقضي بعد انقضاء العيد، يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره. يقول هل عليه قضاء أم الكفارة؟ من يقول كما ذكرنا الكفارة للتحلل من النذر، لأنه نذر معصية، فإذا تكفر لم يكن عليه نذر، فلم يكن عليه نذر في تلك الحالة. وأما من يقول يقضي فهو يستمر على نذره. والله أعلم. حكم يوم السبت منفردا سيأتي، والخلاصة فيه أنه يكره صوم يوم السبت منفردا إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فإن الحديث الذي ذكرناه عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فدل ذلك على أنه يصوم يوم السبت مع الجمعة، فدل ذلك على المخصصات الأخرى لعموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سئل في إذاعة القرآن الكريم في بريد الإسلام عن امتحانات وقت الصلاة، قال إن الصلاة واجبة والامتحانات واجبة، ويجب أن تنفذ قوانين الجامعات، فيجمع بين الصلاتين بشرط أن لا يداوم على ذلك، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين بدون سفر ولا مطر. هذا كلام باطل بلا شك. وأن يسوي بين وجوب الامتحان ووجوب الصلاة، الصلاة المعلومة من الدين بالضرورة، والامتحانات ليست بواجبة، فلو أنه ترك الدراسة الجامعية ماذا يصنع؟ يأثم بذلك؟ لا يأثم كل أحد. أقصى ما يمكن أن يقال فرض كفاية على الأمة أن يوجد فيها من يدرس العلوم المحتاج إليها، والذي يعلم حقيقة الأمر أن معظم هذه العلوم ليست مما يستفيد منه الأمة هذه الاستفادة، ثم ماذا يعني دهاهم حتى يجعلوا الامتحانات في وقت الصلاة؟ على أي الأحوال نقول أن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر وأراد أن لا يحرج أمته، رواه مسلم، وقد ذكرناه في الصحيح وشرحناه قبل ذلك، ومعناه على الصحيح أنه جمع صوري، بمعنى أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، كما قال ذلك أبو الشعثاء رضي الله تعالى عنه الراوي عن ابن عباس، قال وأنا أحسبه كذلك، وهي واقعة عين محتملة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر وتقديم العصر للمستحاضة إذا كانت تريد أن تغتسل، أمرها بثلاثة أغسال في اليوم، تغتسل قبل تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا قبل صلاتها، وتغتسل وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل قبل الفجر قبل صلاة الفجر. فهذا وارد في الشرع، وهذه الواقعة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل هذه الصورة، وهي واقعة عين محتملة وليست عامة، فالصحيح أنه إنما يجوز أن يؤخر الصلاة طالما أدركها في وقتها بسبب الامتحانات، وإن لم يفعل أذن وأقام في داخل اللجنة، وإذا انتشر الأمر كذلك لم يتجرأوا بعد ذلك أن يضيعوا الصلاة على الناس، وإنما يفعلون ذلك أحيانا، البعض قد يفعل ذلك يعني عمدا ودون اهتمام بأمر الصلوات تهوينا من شأنها، ونسأل الله العافية. وقد يكون البعض غير ملتفت إلى ذلك، لكن لابد أن يلتفت ولابد أن يهتم، فيعني ينبغي أن تكون
والوقت حيفوت ولو حتى أدى إلى رسوبه. ده أمر الصلاة أمر عظيم. قالوا له البيت بتاعك اتهد وأهلك كلهم ماتوا، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فيقوم هيعمل إيه لما يعمل؟ هيقعد يجاوب ولا كأن في حاجة حصلت؟ وتر أهله وماله، صار وترا في أهله وماله، الحريقة قامت، الناس هتعمل إيه في لازم هيقوم يطفوا الحريقة. فمثل هذا الأمر أمر خطير بلا شك، وفتوى بهذه الطريقة فتوى مخالفة لقول عامة أهل العلم. الاصفرار ده قبل المغرب بيسير، حتى لو بعض الأسئلة يعني لم يجبها ولكن بحيث ينجح في الامتحان قبل لابد أن يصلي قبل الاصفرار. ولو يصلي في اللجنة، هو أول ما يصلي في اللجنة ما حدش هيكلمه، حتى لو تكلمه. إذا انتشر هذا الأمر في الناس امتنع أن يجعلوا أوقات الامتحانات بحيث يضيع وقت الصلاة. يوجد الآن بالأسواق جهاز مانع لاستقبال إشارات تليفون المحمول مخصص للمساجد والفنادق، يبقى جزاهم الله خير. في برنامج اسمه خاشع موجود على الكمبيوتر، ممكن الإخوة ينزلوه على التليفونات اللي قابلة للتحميل بهذا البرنامج، لأن اللي بيحصل في المساجد من شوشرة التليفون المحمول أمر مستنكر أثناء الصلوات وأثناء الدروس، وهناك كثير من الإخوة يفضل مصر أنه يخلي التليفون شغال مهما نبهنا عشرات المرات. نسأل الله أن يعافي الإخوة من ذلك. قراءة ابن عباس الآية عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه قراءة تفسيرية ليس لها حكم القرآن بل حكم الحديث، يمكن أن يكون حديثا مرفوعا أو على التفسير. قال ليست بمنسوخة، يعني ليست بمنسوخة نسخا مطلقا، بل بقي حكم من أحكامها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. يقول لم يذكر الحمل والمرضع فيها، مأخوذ من رواية أخرى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما ذكر الحمل والمرضع، وقال ابن عباس لأمي ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك الفدية ولا قضاء عليك. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة دول موجودين، لا أنت بمنزلة الذي لا يطيق. يقول الجنون طبيا ما حكمه، مرض أم حالة نفسية؟ طب وإيه الخلاف؟ هو مرض نفسي، الجنون مرض نفسي. هل الإغماء مثله في الحكم؟ نعم على الصحيح. هل يعجل الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه بالفدية قبل دخول رمضان الآتي بعده؟ نعم عليك الصلاة. لو أن رجل عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ يصوم شهرين متتابعين وافق أيام عيد، عليه أن يفطر يومي العيدين وهو يعلم أنه لا يتم 60 يوما أو الشهرين إلا في وسط أيام العيد، فعليه أن يستأنف يبدأ من جديد صيام الشهرين لأنه مقصر. لا يبدأ بصيام شهرين متتابعين وهو يعلم أنه سيفطر أيام العيد، إنما يبدأ بعد العيدين، بعد العيد الفطر. وكذا صوم رمضان لا يبدأ مثلا من نصف شعبان يبدأ صوم الكفارة، صوم شهرين متتابعين، لأنه يعلم أنه لابد أن يصوم رمضان بنية رمضان ولابد أن يفطر يوم العيد، فلا يجزيه ذلك، لابد أن يبدأ صوم الكفارة بعد الفطر، ولا يجزيه أن يبدأ صوم الكفارة من أول ذي القعدة مثلا، لأنه إذا أفطر إذا بدأ من ذي القعدة يعلم أنه لابد أن يفطر قبل إتمام الشهرين، فهنا لا يجزيه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستأنف يعني يبدأ من جديد. روى الترمذي عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان يصوم يوما قبل لأنه كان يصوم الخميس كثيرا صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا كثيرا يصوم يوما قبله قبل الجمعة، يصوم الاثنين يصوم الخميس والجمعة معا، لكن لا يستحب أن يصومه منفردا. فقال البخاري في صحيحه وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، وذكر أنه أعد وجهز الطعام ولم يملكه لهم. نعم نقول ذلك يجزئ كما يجزئ التمليك اتفاقا، إذا ملكه جافا أجزأه اتفاقا، هذا الذي فعله أنس يختلف فيه العلماء،
والصحيح أنه يجزئ لأنه طعام مسكين. وأما أن التمليك للطعام يجزئ فهو ذاك لا نزاع في ذلك كما ذكرنا، كلا الأمرين جائز، من أوسط ما تطعمون أهليكم طعام عام قوت البلد والله أعلم. إذا نقول الأرز لأن أحدا لا يأكل لحما في الوجبات الثلاث فيجزيه أن يطعم أرزا فقط، تصح كفارة اليمين لفقير واحد، ذكرنا أنه لابد من 10. إذا نذر صوم يوم الاثنين فوافق من يوم من أيام التشريق قلنا لا يصومه إلا لمن لم يرد الهدي عليكم السلام عليكم. أحرم بالحج في الثامن من ذي الحجة وصام يومين فقط 11 و12 حيث كان غير وارد الهدي، كان على سفر في اليوم 13 فصام 8 الباقية ولدي، لا بد أن يهدي لأنه قد استقر عليه الهدي حيث لم يصم 3 أيام في الحج، فلا بد أن يصوم 3 أيام في الحج، فإذا لم يفعل استقر في ذمته، بل الصحيح أن عليه دمان، دم الهدي ودم التأخير عن ذبح الهدي في موعده وعدم الصيام، فهو فرط في ذلك. هل يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره من أهله من الأحياء والأموات؟ أما الأموات فنعم، وأما الأحياء فلا بد أن يكون معضوبا أي عارزا عن الحج والعمرة يعني بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه حيث لا يثبت على الراحلة. تقول الله أعلم، مش عارف، ما عرفش لا، العجز بالمال ليس بمعتبر حتى يعتمر عن فقير في بلده، لا، إنما الذي ورد من الحج عن الغير في من لا يثبت على الراحلة.